والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول السلام ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل حبيباتي، صح فطوركم او صح سحركم. اليوم حنحضر معاكم طبقين ولا اروع. الحاجه الاولى اللي حنحضرها معاكم اللي هي لا سوب او شامبينيون او حساء الفطر اللي نحبه كامل، ونحضر معاكم ايضا سلطه الماسيدوان في الكؤوس الراقيه والبنينه بالبزاف مع لا كريم شانتيه سالي او كريمه الشانتيه السائله. بالنسبه لهذا الخبز حبيباتي الرائع، نحط لكم رابط الوصفه تاعو في صندوق الوصف. اذا حبيباتي، هذه هي الطاوله تاعي البسيطه والجميله، الحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. اذا حبيباتي، بدون اطاله، يلا نبداو على بركه الله في مقادير الوصفتين تاعنا. والحاجه الاولى اللي نبدا بها هي لا سوب تاع لي شامبينيون او حساء الفطر. واش نحتاج؟ عندي كميه من البصل، كميه من البطاطا على حسب افراد العائله، ايضا عندي الحشيش والمعدنوس، علبه تاع فطر ولا اون بوات تاع شامبينيون، ربع صدر دجاج، فلفل كحل، كركم وتوابل الدجاج لاي بيس بولي، الملح، شويه مارغارين، نحتاج شويه فرماج، وما تقدروا ما تستعملوش مي يعطي ان سوبر بون غو لا سوب تاعنا. وثاني كريم فريش ولا كريمه الطهي، بون تقدروا ديروها كوم نو مي كومام تعطي ان غو ثاني بزاف بنين لا سوب ديالنا. الوغ هادو هما فقط المقادير. نبداو بسم الله. حطيت حبيباتي طنيجره تاعي تاع الطين فوق النار، درت عليها مغرفه على ماغارين، وحطيت ربع صدر الدجاج تاعي يتقلى، نزيد عليهم البصل، ونزيد تاني البطاطا. شوفوا انا قطعتهم عشوائيا، بون باسكو علاش ساني سيسيت با نقطعهم ان بتي كاري ولا ان بتي كوب، باسكو علاه حنلحي كلش، جوفي تو ميكسي الوغ سي با لا بيل. ودرت توابل لي زيبيس هنا حبيباتي، انا درتها هنايا، شوفوا طيبتها على 5 تاع العشيه، كان مول العصر، كنت غير كيما دخلت من الخدمه درتها طيب. الوغ فرانشمون كانت وجدت لي في ظرف، شوفوا ما بين طاب طابت لي في نص ساعه، وميكسيتها كامل قولوا 45 دقيقه وجده، وجدت لا سوب تاعي سي بون. وهنا قلت لكم قليتها واحد العشر دقائق، وهنا قطعت لها داك العواد ولا القصب هذاك تاع الحشيش والمعدنوس، قطعتهم باش يتقلى وعباكم يعطي لها واحد الكو بزاف هايل. وانا من جهه واحده اخرى درت القدره تاع الماء تغلي باش طيب لي غابيدمون. فوالا، هنا بعد ما تقلات قلت لكم 10 دقائق، دوكا ندير لها داك الماء اللي كان يغلي نمرق به. بون تمرقوا على حسب الخضره تاعكم، وتاني كيفاش تحبوا لا سوب ديالكم، تحبوها خفيفه ثقيله كيما تحبوا. فوالا، بصح ما تمرقوش باش ترميو من بعد الماء، نو نو ما ديروش هكذا، ديروا المرقه الماء قسمه ترت ميكسيو هذا ما كان، وطيب الخضره تاعكم. فوالا حبيباتي، ونخليها هنايا طيب براحه راحتها. انا قلت لكم خدات لي نص ساعه في الطياب ديالها، فوالا ماشي بزاف. هنا حبيباتي ندير هنايا ندير الاروز، حنديرو ندير كاس وندير عليه نحمسو مع شويه مارغارين. انا هنايا هاد لوغي حنستعمل شويه في لاماسيدوان، وشويه حنستعملو في هذاك لو ستيك اللي درتو بلا كريم فريش او في فرماج. هنايا كاس تاع الروز حندير عليه، انا هنا استعملت لوغي بسماتي، كاس بزوج كيسان تاع الماء، وندير الملح بيان سور، وندير شويه الكركم باش يعطيني لا كولور، هذيك لا بيل كولور، سيتو اللون الاصفر هذاك الجميل. فوالا، هذا ما كان، ونغلق نغطيه ونخليه يطيب على نار قليله حتى يتشرب كاع هذا الماء ديالو. فوالا باش يوجد، شوفوا هنايا بعد ما تشربوا دار كاع لي بول هذوك الفقاعات شغل تقابي في الوسط، خلاص هنايا الاروز تاعنا راه واجد. نطفي عليه النار ونخليه. وهنا حبيباتي شوفوا لا سوب تاعي سي بون، راهي طابت واجده بعد ما دفات شويه، درتها في قدره واحده اخرى باسكو ما نقدرش نميكسيها تاع الطين، خفت يتكسر. ندير عليها
هكذا زوج مغارف تاع جبن الطلي ولا فرماج تارتيني، تقدروا تستعملوا مثلثات الجبن كم تقدروا ما تستعملوش. درت كامل الخضره حتى لي شامبينيون حنرحيهم، تجي بزاف بنينه ولا اروع. اذا حبيتوا تشوفوا لي شامبينيون في لاسوب تاعكم تقدروا تنحيو شويه وتحمسوهم هكذايا في وسمو في المقله وتزيدوهم. وهنايا راه درت لها شويه لا كريم فخاش وحطيتها فوق النار واحد زوج دقائق برك ونطفي عليها وسي بون لاسوب واجده. فوالا، وهنا حبيباتي ندير الخضرات على ما سيدوان تاعي تفر. نحط اللفت قطعته مربعات صغيره، زروديه او الجزر، نحط تاني البطاطا والجلبانه او لي بتي بوا او البازيلا. فوالا، ونغلق عليهم ونخليهم يفوروا. بعد ما بردوا لي شويه هنا حنخدمها، نسحق شويه مايونيز، شويه مايس، شويه روز، شويه شونتيي، بودره شونتيي مالحه تتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات، وشويه نص كاس حليب بارد يكون بارد. هذا ما كانوا استعملت انا كمقادير. بالنسبه لبودره الشونتيي المالحه هنا استعملت زوج مغارف، ملعقتين ونصف، دو كويار ادمي. فوالا، نحطهم هكذا في ان ريسيبيون. والحليب خدو، انا بنصيحتي خدو بنصيحتي ما ديروش على خطره، استعملوا بكميات قليله وبداو تطلعوا فيها بالباتور، وكي تلحقوا القوام اللي يعجبكم تحبسوا. فوالا، هنا حبيباتي راني نطلع فيها حتى يتضاعف الحجم. قلت لكم ديروا الحليب بشويه، فوالا ماشي مره واحده. شوفوا هنايا كي لحق هاد القوام ولا لهاد لا تيكستور، هنايا سي بون، هنا نتوقف نحبس ونديرها في لابوشادوي او في كيس حلواني ونخدمو لي فيغين تاعنا. فوالا، هنا حبيباتي ندير شويه هذاك الارز وندير الخضره هذيك اللي فورتها، ما درتش كامل الكميه، انا درت غير قيس لي فيغين، الباقي ديروها في علبه محكمه الاغلاق اون بواط وديروها في الفريجيدار نورمال تحكم لكم. هنا ندير المايس، ومن بعد كي تحبوا برك تخدموا ماسيد وانت تجبدوا الكميه اللي تحتاجوها تسخنوها شويه، ديروا لها شويه معدنوس شويه مايونيز وسي بون، راهي واجده. هنا ندير اون بون كويير تاع لا مايونيز. فوالا، ونخلطهم مليح. فوالا، ونديرو نعمرو لي فيغين تاعنا. انا اخترت هذا النوع من الكؤوس، نتوما اختاروا اي نوع تفضلوه، لكن انا نصيحه مني ليكم في رمضان ديروا كؤوس صغار، ديروا دي فيغين صغار خير، لانه اون جينيرال هي ما ناكلوش بزاف. فوالا، نعمرهم كامل. ومن بعد تيك لما نكمل نعمرهم دوكا ندير لهم هذيك لا كريم شونتيي سالي اللي طلعتها، دوك نبدا ندير لهم كامل من الفوق بهذا الشكل. فوالا، حتى نكملهم كامل. تزيين بسيط، حاجه بسيطه لكن صدقوني تعجبكم وتجي شابه في الطاوله تاعكم وتعمر العين. الي بريزونطابل. وهنا عندي بذور الخشخاش ولا لي غران دو بافو، حابه نزين بهم لا كريم ديالي. على كل حال هاد لي غران يتمشاو بزاف مع الخبز. فوالا، او سي بون، راهم واجدين الاطباق تاعي، ونديرها في الثلاجه تبرد. هنا جيت لا سوب تاعي باسكو حابه نعمر لي بول قدامكم تاعنا تاع لا سوب، على حبيت نوريكم القوام تاعها. نتوما اذا تحبوها خفيفه على هادي ديروا لها الماء سخون. فوالا، شوفوا بسم الله، شوفوا القوام تاعها، عبالكم ما نحكي لكمش على لوغو. الوغ حبيباتي، يلا نشوفوا مع بعض الطاوله تاعي في ابهى حله واجمل حله بسيطه رائعه ما شاء الله تبارك الرحمن. فوالا، هذه هي الطاوله تاعي البسيطه والجميله باضوائها الرائعه. الله يدويها عليكم دنيا واخره يا رب العالمين. ما تنسوش حبيباتي دعموني بلايك كومنتار واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى ان شاء الله انه الفيديو تاعي لنهار اليوم نالت اعجابكم ورضاكم. انتظروني في فيديو لاحق في هاد الوصفتين الرائعتين تاع اللحم بكريمه الطهي والجبن ولا كريم فريش شامبينيون اوسي وي بالفطر
إيه فخوماج مع هذا العصير الطبيعي اللذيذ جدا. إذا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحيحتكم رويحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. ما تنسونيش من صالح الدعاء خاصة ونحن في أيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. إذا نقول لكم تهلاو في رواحتكم إلى فيديو لاحق بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.